بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيشرح هذا الدرس. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر في الأبواب السابقة تعريف التوحيد، وذكر فضله وما يكفر من الذنوب، وذكر تحقيق التوحيد وما له من الفضل العظيم، وذكر الخوف من الشرك بعد ما عرف الإنسان التوحيد، فلا بد أن يعرف ما هو الشرك ويعرف خطورته حتى يتجنبه وينهى عنه. فلا يكفي أن الإنسان يعرف الحق، لا بد أن يعرف ضده وهو الباطل، من أجل أن يتجنبه ويدعو إلى تجنبه. والله جل وعلا يذكر العبادة ويذكر الشرك: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يكفي أن الإنسان يعرف الحق ويعمل به، هذا طيب، ولكن لا بد أن يعرف ضده وهو الباطل من أجل أن يتجنبه. فإذا عرف التوحيد يجب أن يعرف ما هو ضده وهو الشرك، من أجل أن يحذر منه وأن يحذر الناس منه. فإذا استكمل هذه الأمور فلا يكفي أنه يقتصر على نفسه، بل لا بد أن يدعو الناس إلى ما هداه الله إليه وعرفه وعمل به. الدعوة إلى الله واجبة، وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومهمة أتباعهم إلى يوم القيامة. الدعوة إلى التوحيد مهمة جدا وواجب عظيم. لا يسع العالم الذي من الله عليه بمعرفة الحق ومعرفة التوحيد وهو يرى الناس على ضده وعلى خلافه أن يسكت ويدعهم، لا بد أن يقوم بالتحذير والنهي عن الشرك وأنواعه وعن المعاصي والذنوب. أما أن يقول: أنا ما علي من الناس، كل له عمله، فهذا كلام باطل. الله أوجب على رسله وعلى أتباعهم أن يدعوا إلى التوحيد وأن يحذروا من الشرك، ولا يسكتوا ويقتصروا على أنفسهم. ولهذا توعد الله بني إسرائيل لما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يرى أحدهم أخاه على المعصية فينهاه أول يوم، ثم يراه عليها، ثم يتركه ويكون أكيله وجليسه. قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل
على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فلا بد من التناهي، وهذا من النصيحة. الله جل وعلا في سورة العصر قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لم يكتفي لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، بل لا بد أن يتواصوا بالحق ويدعوا إلى الحق، يوصي بعضهم بعضا بذلك وينهاهم عن ضده. فهذا أمر مهم. وقوله رحمه الله: باب الدعاء، أي الدعوة، الدعاء والدعوة بمعنى واحد، إلى التوحيد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وأورد في هذا الباب من الآيات البينات ما يشهد لهذه الترجمة. نعم. في قول الحق تبارك وتعالى قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل للناس هذه سبيلي، أي طريقتي التي أسير عليها إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه سبيلي؟ أدعو إلى الله على بصيرة، هذه سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. والبصيرة هي العلم، فهذا فيه دليل على اشتراط أن يكون الداعية عالما بما يدعو إليه، ولا يدعو على جهل وعدم بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، هذا فيه اشتراط العلم في حق من يدعو إلى الله عز وجل. ثم قال: أنا ومن اتبعني. أتباعه صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله أيضا، أتباع الرسول يدعون إلى الله. دل هذا على أن أتباع الرسول لا بد أن يأخذوا سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدعو الناس إلى التوحيد، ويكون دعوتهم على بصيرة، أي على علم وبينة، ألا يكون ذلك على جهل؟ لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. وأيضا الذي يدعو إلى الله يحتاج إلى العلم، لأنه سيسأل عن مسائل من حلال وحرام وأمور، فكيف يجيب عن الأسئلة وهو لا يعرف أحكامها؟ فلا بد من اتصاف الداعية بالعلم بما يدعو إليه من كتاب الله وسنة رسوله. وهذا محل الشاهد من الآية للترجمة، أن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه أنهم يدعون إلى الله، يدعون إلى دين الله عز وجل. وهذا لصالح الداعية والمدعو، لأنه لما أنقذ نفسه ينقذ غيره أيضا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم،
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عالم الصحابة وفقيههم أرسله إلى اليمن معلما وداعيا إلى الله عز وجل وقاضيا، أوصاه صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي يسير عليها، وأخبره بحال من يقدم عليهم. فهذا في دليل على أن الذي يريد أن يدعو بلدا أو قوما إلى الله لا بد أن يعرف حالهم، ويعرف الطريقة التي يدخل منها عليهم، ولا يكون جاهلا بحالهم. ولهذا قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، لأن اليمن فيها من أهل الكتاب، فيها يهود فيها نصارى، تأتي قوما من أهل الكتاب يعني علماء، فاستعد لأجل مقابلتهم. أنت لست ستذهب إلى أناس جهال أو أميين، ستذهب إلى أهل كتاب، فكن على استعداد لمواجهتهم. هذا فيه أن الداعية لا بد أن يعرف أحوال البلد أو القبيلة التي سيقدم عليهم للدعوة إلى الله عز وجل. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا فيه بيان منهج الدعوة، وأنه لا بد أن يكون أن يبدأ بالتوحيد الذي هو الأساس الذي تبنى عليه بقية الأعمال. فلا بد من إصلاح الأساس أولا، ثم بعد ذلك يأتي البناء. فهذا فيه أن دعوة الرسل أنهم يبدأون بالتوحيد. الله جل وعلا ذكر عن كل رسول أنه يقول لقومه أول ما يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو منهج الرسل في الدعوة إلى الله، ونحن نأخذ منهج الدعوة من الكتاب والسنة، لا نأخذ منهج الدعوة عن رؤساء الجمعيات أو رؤساء الجماعات أو الأحزاب الذين يخطون لهم مناهج ويلزمون بها أتباعهم ولا يحيدون عنها. فلنقول منهجنا هو الكتاب والسنة في الدعوة إلى الله عز وجل. وها هو الكتاب، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، التي هي التوحيد. شهادة لا إله إلا الله معناها أن لا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له. أما اللي يقول هين التوحيد خله بعدين، وخل الناس لا تنفرهم، ويأتي بأشياء أو ادعوهم إلى فضائل الأعمال أو ادعو، هذا مخالف لمنهج الرسل. وكل دعوة تخالف منهج الرسل فهي فاشلة، مهما بذل فيها فهي فاشلة. ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، بمعنى وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فدل على أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. أول ما يبدأ به في الدعوة هو التوحيد. إن كانوا مشركين يدعون إلى الدخول في الإسلام وإفراد الله بالعبادة، إن كانوا مسلمين وعندهم جهل بالتوحيد أو خلل في التوحيد فلا بد أن يبين لهم الخلل الذي عندهم في العقيدة، ولا يقال هؤلاء مسلمون ويكفي، لا بد من البيان لهم حتى يكون الأساس سليما والقاعدة صحيحة التي نبني عليها بقية الأعمال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك
فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. انظر كيف بدأ بالتوحيد قبل الصلوات 5. لأن الصلوات 5 وغيرها من الأعمال لا تنفع مع فساد العقيدة، لا تنفع مع فساد العقيدة. افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، هذه فرائض، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. بعدما دعاهم للركن الأول دعاهم إلى الركن الثاني وهو الصلاة، فهذه هي الفرائض من الصلوات، وما زاد عليها فهو من التطوعات. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، وهي الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الصلاة. صدقة تؤخذ من أغنيائهم وهم أصحاب الأموال، ترد في فقرائهم فتصرف للفقراء، كما قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. ودل على أن فقراء البلد أولى بصرف الزكاة لهم، صرف زكاة المال الذي في بلدهم هم أولى به من نقل الزكاة إلى غيرهم ما داموا محتاجين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، لأن الزكاة إنما تجب في المتوسط، لا تؤخذ من الردي، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الردي، ولا من الجيد، لأن أخذ الردي فيه ظلم للفقراء، وأخذ الجيد فيه ظلم للأغنياء، فالوسط هو الخير. إياك وكرائم أموالهم، لتؤخذ الصدقة والزكاة من متوسط المال، هذا هو الحق الواجب، تؤخذ من أغنيائهم فترد لفقرائهم. هذا هو التكافل الاجتماعي الصحيح الذي جاء به الإسلام. التكافل الاجتماعي الصحيح هو في الإسلام، ترد في فقرائهم. ثم قال: وإياك ودعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، اتق يعني احذرها، دعوة المظلوم، إذا أخذت منه شيئا لا يجب عليه ولم تطب نفسه به فهو مظلوم. فإذا أخذ من الجيد، من جيد الأموال، هذا ظلم، والمظلوم يدعو على الظالم، والله جل وعلا يجيب دعوة المظلوم وإن كان كافرا، لا يجوز ظلم الناس. اتق دعوة المظلوم. ثم قال: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، الله يسمعها ويجيبها إما حاضرا أو مستقبلا، لا يهملها سبحانه وتعالى، لأنه حكم عدل. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني ترفع إلى الله عز وجل ويستجيب لها سبحانه وتعالى ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا فيه التحذير من الظلم والأمر بالعدل مع الناس، إقامة العدل، وفيه احترام الأموال، احترام أموال الناس، وأن ولي الأمر لا يأخذ منهم أكثر مما يجب عليهم. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. يتجدد اللقاء في هذه الدروس الطيبة مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سجل هذا الدرس زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.